والراجل المغربي وما ديه لا على فلوسه ولا على زينه ولا على قرايته، ودي غير على قد عقله غادي تربحو. ووحده خايبه قالت لما حميد غادي يجي يخطبني، اش غادي تطلبوا منه في الصداق؟ قالت لها ماماها غادي نطلبوا منه غير المسامح. وقال لك حرف الشين ما مزياش حيت فيه الشيخات، فيه الشراب، فيه الشيطان، فيه الشطيح، فيه الشمايت، فيه الشيشة، فيه الشماكرية، وفيه الشوافة، وفيه الشفارة. حيد غير الشاورما. يا دكتور كنحس براسي خايبة وما فيا ما يتشاف، زعما اش يكون عندي؟ قال لها عندك الحق. وواحد طاليانية طلبات الطلاق من راجلها على قبل حينت كيحك سنانو بزاف. الحمد لله مدام، واجي تشوفي حنا عندنا واشي وحدين، واخي الزو ديالو ول 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 البارح وكتلقاه لاصق في سنانو. ووحده قالت لما وراجلي ما كتجيه الرومانسيه معايا غير ملي كنكون كنطيب ولا كنكون كنشطب. وهي تقول لها امها عوض الله حرام، هذا مولف بالخدامات. المرأة المغربية ملي كتخاصم مع راجلها أول حاجة كديرها هي كتاخد معاها دابا، زعما ما تكونش مزوجة بشفار. وقالوا لي البيرة مزيانة للشعر. دابا راه شربت واحد الخمسة وكنحس براسي كاين ملا عليا، زعما يكون الشعر كينبت. وكاع اللي ربحناه من الفرحة مع راس لافوكا وخسرناه في كونكور لي زافوكا. وكاين اللي كيوصل الأم ديالو لعند الملك، وكاين اللي كيوصلها عند وكيل الملك. ومن اللي كنلبس شي لبسة زوينة وما كنتلاقى بحتى واحد، ومن اللي كان لبس المكمش والمبهدل، والأحياء والأموات والسابقون واللاحقون وكلهم كيشوفوني. وفي المغرب فقط، ومن اللي تكون حي يسحروا لك، من اللي تموت يسحروا بيك، ومن اللي يدفنوك ويخبيو عندك السحور. وأنا بغيت الناس وعقلي بارك عليا، الا تزوجتي ربعه العيالات عد من غادي تخلي حوايجك. والقانون عندنا في الدار، تضحك زائد تحلف كذاب، وتضحك زائد شاد تليفون كيعرف شي وحده، وتجلس داير عقلك هذا داير شي مصيبه. ما بعرف ما كنديروا معاك. وفاش ما كتخليش ولاد اختك يخشيو لك السيلو في عينيك؟ اختك انوضو جمعوا حوايجكم، راه حتى واحد ما بقى باغينا في هاد الدار. انوضي سيري في حالك، يلا توصلي، وبلاتي خليهم يديروا ليا واحد العاهه مستديمه باش تبقاي انت على خاطر. انا بغيت نعرف غير باباكم كيفاش كيعيط لماماكم في الدار. انا الوالد فاش كيبغي يعيط على الوالده كيقول لها وهي تاع، زعما ما تكونش هي الكويده بالشينويه. قالت لي فوقاش غادي تجي تخطبني؟ قال لي اش من حليب كنتي كتشربي في صغرك؟ قالت لي سونترال. علاش هاد السؤال؟ قال لها ايوا شفتي احنا صدقنا خوت في الرضاعة. الوالدة فاش كانت حاملة وتوحمت على السطل ديال العسل باش نخرج أنا بحال العسل، الساعة خرجت بحال السطل. والحب الحقيقي وهو اللي ما بين الكارو والبريكة،
عمرهم يقدروا يفرقوا بعضيات. لماذا بعض النساء إذا خرجنا من البيت تزينت وتعطرت، وإذا بقيت في البيت تبصلت وتمطشت وتقزبرت وتتومت؟ بالنسبة للبنات اللي كيسولوا كيفاش داير الزواج، الزواج هو الانتقال من ما بغاش بابا إلى ما بغاش راجلي، يعني كتبدلي غير زعيم المعارضة. الحب في المغرب وكيبدا عجباتني عقليتك، وكيسالي إلا كملتي بهاد العقلية ما غاديش نمشيو بعيد. الألماني كيتبع البنت الشابة، والروسي كيتبع البنت البيضة، والمغربي كيتبع السمرة البيضة الكحلة المزوجة المطلقة المحتجبة الحاملة المشاش العقارب الكلاب الدبان سراق الزيت ميكا طايرة في السماء، أي حاجة تتحرك هو تيتبعها. والحمد لله اللي الحب جا في القلب، أما كون جا في الركابي كون راحنا قاع معوقين.